مصمت التيار هو رضا على حكومة السيد محمد الشيع السوداني. يعني هذا موضوع الرضا، يعني الصمت لم يكن يوما من الأيام رضا، لكن ممكن أن يكون أن الوضع الوقت غير مناسب في قضية الاعتراض، خصوصا أنه الإطار التنسيقي مدعوم حاليا حتى من الإسكيمو، ما شاء الله كل السفارات تشجع الإطار التنسيقي، خصوصا أنه الإدارة الأمريكية في الآونة الأخيرة بدأت تعطي إشارات بأن حكومة السوداني أفضل مما هو موجود، وكل الدول اللي موجودة خلف الإدارة الأمريكية أيضا ساهمت بهذا الإطراء وهذا الثناء. لذلك إذا كان هناك تحرك جماهيري، مو بالضرورة يكون تيار صدري، أي تحرك جماهيري سيقمع. ليش؟ لأن الظروف الدولية والظروف الداخلية تكون يعني تكون صار عصام حتى إذا صدري عملية التغيير الجذري، حتى إذا كان التحرك الجماهيري صدري سيقمع. يعني مو كلها هللت من كتلة التيار الصدري، يعني 60 نفر من كتلة حقوق الإنسان ما شفناها مثلا. لا صخارت راحت، يعني قاعدة بقرية دجلة تسمع لأم كلثوم. السفيرة الأمريكية نزلت بيان قالت يا با ترى الموضوع انه شكل حكومة. فكان قتل الصدرين في ذلك الوقت بموافقة أممية، موافقة أمم المتحدة، وكان واضح الصور والفيديوهات وموجودة حتى التسجيلات الحكومية والكاميرات اللي كانت موجودة. فكان قتل الصدرين في حنبي أمر دولي من أجل تشكيل الحكومة التي ترغب بها الولايات المتحدة. احنا نشوف حاليا أنه المسيطر اللي لديه القدرة على تغيير السياسات في العراق هي السفيرة الأمريكية. يعني حتى البارحة أنه مثلا قرأت تقرير أمريكي أنه يحذرها من مثلا تغول الميليشيات في المال العراقي في مؤسسات الدولة، مقال المايكل نايت، المؤسسات العسكرية والاستخباراتية. نعم، أي مقال مايكل يعني نايتس غير أستاذ عصام؟ نعم نعم اي نعم نعم كان في طياته انه عمليه الوقوف بوجه الصين لا تعني ان تصل الميليشيات لهذا المستوى من القوه، بمعنى انه الامريكان حاليا في العراق يريدون حجز العراق حجزه واخراجه من النفوذ الايراني الروسي الصيني، وعليه سمحت لهذه الميليشيات أن تحكم للفترة المقبلة وتكون الواجهة واجهة مدنية مبتسمة حلوة لطيفة كاريزما اسمها محمد الشيع السوداني، وتطلع ببربارة ليف تمتدح محمد الشيع السوداني، لكن أيضا تمتدح اللي خلفه من الميليشيات والسلاح الذي طوى سلاحه حاليا وأصبح يمضي مع السياسة الأمريكية. وعليه قضية الحراك، حاليا لو قتل 1,000,000 عراقي لن يهتز شعر المجتمع الدولي عليه. ليش؟ لأن المجتمع الدولي أخذ كل اللي يريده من الإطار التنسيقي خلال 6 أشهر. أستاذ عصام، ومن شو وقت التيار التيار وجمهور التيار وسماحة السيد مقتدى الصدر عذرا على هذه المفردة يشتري المجتمع الدولي فلسين ما شاء الله، انتوا هسه بقزقوصة يطلع السيد 5 مليون. أستاذ محمد، الظروف تختلف، يعني نحن التيار الصدري مثلا إذا طلع في تظاهرات فعملية إطلاق النار تكون موجودة شئنا أم أبينا، من الممكن أن تتحول الموضوع إلى حرب أهلية. سيد مقتدى الصدر يراعي هذا الموضوع، إضافة إلى أن خروج التيار الصدري أيضا سيحسب خروج حزبي من أجل منافع سياسية، وربما يضطهد أو يقتل أتباعه بنفس الطريقة التي حدثت في الخضراء. وعليه السيد مقتدى الصدر أيضا يريد من الشارع أن يتحرك، يرى ما يحدث، يرى الفساد، يرى نور زهير، يرى الموازنة التي لم تقر منذ 7 أشهر، يرى الأحزاب السياسية وهي تهدد. البارحة حركة رفض مجموعة من الشباب، يعني شنو المشكلة إذا أمطرية؟ شنو المشكلة إذا قال إنه الحكومة ليست المستوى المطلوب؟ ما هذا حكي للعالم كله؟ طلعة وبحثية صدرية ما أعرف شنو هاي القصص اللي تطلع يومية. وعليه قضية الرأي حاليا، قضية يرفضها الإطار جملة وتفصيل بالاتفاق مع بعض القنوات ما عدا قنواتكم، مش كم قناة تستضيف بعض أصحاب الرأي المعارضين. لذلك يا أخي القضية ليست بهذه الصورة أن تخرج حتى تغير، لا يمكن. ليش لا يمكن؟ لأن الإطار الآن يرتكز على قوى أممية تسمح له
برفع البندقية وقتل المواطن العراقي بدون أن يكون هناك حساب. أذكرك في عام 88 عندما قتل صدام حسين الأكراد، هل هناك كان ردة فعل دولية؟ وكان الموضوع كيماوي. حاليا الإطار بمستوى صدام، بمستوى صدام عند الغرب، إذا قتل العراقيين لن يكون هناك ردة فعل منهم. طيب إلى أن يحدث الخلاف مثل ما حدث مع صدام حسين وطلعوا له قضية حلبشة بعد 1991.